اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره على اغلب الانحاء وحر على السواحل الشمالية الشرقية. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. كمان النهاردة في نشاط للرياح هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، هتؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 37 والصغرى بتسجل 23، الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18، مرسى مطروح العظمى 35 والصغرى 18، سيوة العظمى 34 والصغرى 19، بورسعيد العظمى 32 والصغرى 18، دمياط العظمى 30 والصغرى 19، الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23، السويس العظمى 38 والصغرى بتسجل 22. هنروح لعريش العظمى فيها 33 والصغرى 18، سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 18، طابة العظمى 34 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 25، الغردقة العظمى 35 والصغرى 24، الفيوم العظمى 41 والصغرى 24، بني سويف العظمى 41 والصغرى 24، المنيا كمان العظمى 41 والصغرى بتسجل 23. هنروح لأسيوط العظمى فيها 42 والصغرى 23، سوهاج العظمى 42 والصغرى 24، قنا كمان بتسجل 42 والصغرى بتسجل 23، الأقصر العظمى 43 والصغرى 27، أسوان كمان 43 والصغرى بتسجل 27، الوادي الجديد العظمى فيها 44 والصغرى 25، شلاتين العظمى 38 والصغرى 22، وأخيرا حلايب العظمى 27 والصغرى بتسجل 21.